حتى هو على مستوى هذه المعمعة الكروية. لمن ستكون الغلبة؟ لمن ستكون هذه الليلة؟ ولمن ستؤول هذه المباراة؟ ننتظر، إن من المنتظرين في ليلة رفقاء حمودي، في ليلة رفقاء اللاعب ويلي، تمسكون عن طريق أبناي مكة، يسد الكرة على اليسار، كرة مكاوية، هذه اللعبة المكاوية يا ولدي، أور القادم يا من هو، هذا هو، هذا تب التسر، هذا أخطر بشر، يلعب كرة 1-0 لا، والدفاع ممتاز، الدفاع أمر على الكرة ما زالت تلعب، خطيرة التصويب وري، ولكن عبرت الكرة، السلامات مش ممكن، لأنها تمسكون عن طريق شبانة. عنده قدم يمنى كيفاش يلعب الكره الممتازه، خطير هذه الكره بالراس، عاد التصويب، ولكن الحائط البشري تمس الكره والهربلان، جت الهربه، هذا القطار، ولكن عاد الدفاع ممتاز، ولكن عبرت الكره السلامات. إذن الحكم سيذهب الان للجول تقنيه الفار لمشاهدة اللقطة الماضية. الفار كيف المسار بعد اللزوم؟ ضرب جزاء لكتيبة أبناء الفرسان بعد اللزول تقنية الفار أو لتقنية الفيديو. القاسم يعقوب، الزين وري مع كيراتي، كي جانر كي جولاثا، والهدف الأول 1-0 الآن لكتيبة أبناء الفرسان أو لكتيبة فرسان الخمرة. دائما تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ومصائب قوم عند قوم فوائد. لين 1-0 لكتيبة أصدقاء الجدعاني أو الولاد الجدعاني على مستوى هذه المباراة، استطاعوا أن يتقدموا في النتيجة، ولكن حذاري ولم تنتهي بعد، حذاري ويلي، امشي يا ويلي، ولكن التدخل الدفاع ممتاز، ما زالت الكرة لمصلحة أبناء الجدعاني، يلعب للكرة. امشي يلعب الكراس، كرة خطيرة بالرأس ممتازة، يضرب ولكن ايضا مشات للكرة، السلامات. اذا حسن محمد جويد يلعب للكرة، الترويض ممتاز، تمشي كرة خطيرة، هذه الكرة خطيرة، ضرب الجزاء واحدة بواحدة والبادي اظلم يا ضرب الجزاء حسين الترقي ومحمد متعب، الترقي ام متعب؟ متعب ام الترقي؟ حسين يتقدم، الباراديس كي قراري، قولوا لاني موجود، قولوا لا، برافو برافو يا ولدي، برافو، ممتاز الباراديس، الله 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 الله، مش ممكن على التصدي يا ولدي، عالمي 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 انت يا محمد يا متعب، ما شاء الله تبارك الله على التصدي، وضع في موضع الساندويتش في الضرب عن القرار الاول والاخير على مستوى هذه المباراه. تمشي كرة طولية، يلعب كرة بالراس، عادت والدفاع ما زالت خطيرة، التصويب وري 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 ما كيرتي، ملا براد يناظر في ساعته ويعلنها بعد ذلك عن نهاية الفترة الأولى من هذه المباراة بانتصار مبدئي لكتيبة أبناء فرسان الخمرة. متتبعين للساحرة المستديرة في كل مكان من سنوات أرضية هذا الملعب، عودة مرة أخرى هذه المرة في الشوط الثاني من هذه المباراة، عدنا إلى الحصة الثانية والعود أحمد، عدنا هذه المرة إلى مزرات الشوط الثاني من هذه المباراة، هي حصة ثانية، صوت المدربين سموه كما تشاءون. عاد النصر يا ويلاه، عاد النصر مرة أخرى يا ويلاه لصدارة هذه المجموعة، ولكن ريتي بقيادة نونو سانتو، ولكن الكرة عن طريق الجول كيبر، يتصدى محمد يا متعب، ما شاء الله. إذن تلعب للكرة، ضربة ركنية الآن سان أو أماريا ترخيتا، أماريا يلعب للكرة ممتازة بالرأس، ولكن أيضا عبرت هذه للكرة، السلامات.
أو طموح مكة في هذه الكرة؟ أين الطموح وكيف المصير وأين الدليل للعودة في المباراة؟ يلعب كرة ممتازة، مقوسة كرة بالرأس ولكن عبرت الكرة، عبرت ومشات الكرة إلى ضربة ركنية أخرى. يبدو بأن هناك تقنية الفي آر. نعم الحكم سيتجه لمشاهدة تقنية الفار. إذن الحكم سيذهب لمشاهدة تقنية الفي آر أو تقنية الفيديو. إذن ضرب الجزاء، ضرب الجزاء بعد اللزوم لتقنية الفار. هناك ركلة جزاء. إذن عبد الرحمن الإبراهيم، عبد الرحمن، عبد الرحمن ومتعب محمد. عبد الرحمن يتقدم، عبد الرحمن الإبراهيم، عبد الرحمن والكرة في الشبكة يا ولدي. هدف العودة في المباراة، هذا هو عربون العودة في المباراة لكتيبة أبناء مكة. أبناء مكة عادوا مرة أخرى للمباراة. استطاع فريق الطموح بعد أن حاول وحاول وحاول جيدا واستطاع العودة إلى المباراة. إذن هدف في كل شبكة الآن، كورة من هنا وكورة من هناك، ضربة جزاء من هنا وضربة جزاء من هناك. العلام شبانة يا جماعة، شبانة يا جماعة، شبانة والدفاع ممتاز. تمثل الكرة في الوسط، عادت يلعب لأن الكرة خطيرة مكاوية، خطيرة للطموح، خطيرة ولكن عدت. الترويض كان خاطئ في الضربة الماضية. ممكن الكرة الثابتة في شواطئ البرازيلية، ضربة جزاء في شواطئ البرازيلية. وليد ويا الزين، وليد الخطوة الأولى، الزين الزين، ولكن عبرت الكرة. السلامات، عبرت ومشات هذه الكرة سهلة، ولا مدرب قال في قلبه الحمد لله. ما زالت الفرسان، ما زالت الفرسان، للفرسان للفرسان للفرسان. فما راية، فما راية رفعت في اللقطة الماضية. إذن فما راية ولكن أيضا ننتظر القرار. شبانة، نايجولان، نايجولان يلعب كرة خطيرة ولكن عدت وعبرت سهلة، عدت وعبرت هذه الكرة السهلة ولكن على إثر هذه الكرة. أصدقائي المشاهدين، أصدقائي المتابعين، تنتهي مجريات هذه المباراة، لا غالب ولا مغلوب، تعادل إيجابي بين الفريقين، هدف أسبقية لأبناء الطموح أو أسبقية الفرسان وعودة.